ليمون بتطلع لي فنجان قهوة الله يخليك، عملهم اثنين اثنين. ما تقولي لي فادلي، بدي اقعد معك شوي. اخذ دواني كل هالجمعة من هذا لانه ما عم بيصير لي اقعد مع اولادي ابدا. ما عم شوفهم. لا عم بعرف شو عم ياكلوا ولا كيف عم يدرسوا ولا اي ساعة عم يناموا. اي والله معك حق، بتعرفي قد ايه صار لي ما شفته لباب جمعة. انا بيجي على البيت بكون مو رايح كار، هو بيجي انا بفل، ولك اكلاته بياكلوا مسقعين المعتر. ديانا ما بيعرف يسخن اكلاته الدكتور؟ بضيع بلاي غادة بضيع، إذا ما بحضر له الأكل بيقعد بلا أكل، إذا ما بحضر له تياب اللي بده يلبسهم تاني نهار بيلبس نفس تياب لو عليكم الكلب. حاجة غنجي من عدا شي عم تشتغلي وتصرفي على البيت حتى هو يدرس، وحرمي حالك من الولاد حتى ما تحملي مسؤولية، على القليل يطبخ أكلاته ويغسل تيابه يعني. حرام ولو عم يهلك بين الدرس والشغل. أنا شايفة إنه راكب على كتافك ومدندل إجريه. لك مين عم يحكي؟ جوزك البيك احسن يعني؟ انا عليلي عم يدرس ويشتغل ويأسس لمستقبلنا، مش قاعد يسهر ويلعب قمار ويصرفهم على النسوان ويرجع اخر الليل يضربني. هيك؟ يلا باي. ما بدي شرب القهوه؟ ما انا كمان عندي غسيل وطبخ وعندي عيله مش بس رجال، هذا اذا ما دقوا لي بنص الليل وقالوا لي في وحده بدها تخلف. يلا باي.